لأن هذا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب، تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبائنا الأطهر، أبائنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. أكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصامغ الصامغ والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر لله الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك والقديس ساويروس ومعلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فميزا والقديس ثادوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني الثلاثة مئة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بمدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وابانا أنبا يحنس قموس وابانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابانا أنبا بولا الطموح اسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوما أديوس والتسعة والأربعين شهيد شيوخ شهاد والقوي الأنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا إيسيدوروس القيس أبانا أنبا باخوم صاحب الشركة ودادروس تلميذه أبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وأبانا أنبا نوفير وأبانا أنبا كراس وأبانا بفنوتيوس وأبانا أنبا يوحنا السائح وأبانا أنبا صموئيل المعترف ويسوس وأبولو تلميذه وأبانا أنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين
القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايا